السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، كديرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت نوجد معكم واحد لصالاد اللي تنديرها بالكسكس وخضر وفواكه. في هاد لصالاد غادي ناخد واحد الباكية الكسكس المتوسط، الحبيبات متوسطة، تنفزقها في شوية الماء ونخليها تقطر ونديرها تفور في الكسكاس. تفور تقريبا بحالها بحال الكسكس، بحال اللي باغا نطيبو الكسكس. فوروه 3 فورات ونخليوه يبرد لينا مزيان، ندخلوه الثلاجة ونخليوه حتى نوجدو الخضر والفواكه ديالنا. فديك الأثناء اللي الكسكس ديالنا كيبرد كنقيو الفواكه ديالنا والخضر، نقطعوهم. هنايا كيف ما كتشوفوا الفواكه والخضر نقيتهم، وعندي واحد 3 البيضات سلقتهم كنحتاجهم في التزيين. عندي شوية فخوماج أحمر مقطع مكعبات، شوية زيتون، عندي علبة ديال الذرة، عندي الفلافل ملونة أحمر وأخضر وأصفر، عندي رمان، عندي مطيشة مقطعة، خيار، عندي هنا تفاح مقطع ولافوكا ودرت ليهم شوية الحامض باش ما يتأكسدش ليا اللون ديالهم. عندي هنا واحد الحبة خس غسلتها وقطعتها، وعندي واحد لاصوص اللي صايبته من قبل باش غادي نخلط لصالاد، اللي كيتكون من نصف كأس زيت الزيتون، نصف كأس عصير الحامض، ملعقتين لاموطارد، ملعقة فلفل أسود، وملعقة ملح. غادي ناخد واحد الإناء فاش غادي نخلط لصالاد ديالي. غادي نخوي فيه داك الكسكس اللي فورت من قبل وخليته برد. بالنسبة للكسكس ديروا الكمية اللي تناسبكم، أنا دايرة هنا 500 غرام، يمكن لكم ديروا 250 غرام. نزيد على هاد الكسكس ديالي واحد الحبة كبيرة ديال الرمان منقية، فلافل ملونة مقطعة، عندي هنا حبة خيار تاهي مقطعة، واحد العلبة ديالة الذرة، ونضيف مكعبات فرماج أحمر، وديك التفاحة اللي قطعت وكنت درت ليها شوية الحامض من قبل باش ما يكحلش. أما الحبة لافوكا غادي نخليها حتى نديرها في التزيين. نخوي داك لاصوص على لاصالاد ديالي اللي وجدت من قبل ونخلط هذيك لاصالاد مزيان. ناخذ واحد صحن ديال التقديم وندير ليه، ندير فيه واحد الفراش ديال الخس، ندير الخس في الجوانب، نخلي وسط الطبق باش ندير فيه الكسكس، ندير تزيين بطماطم، نخوي ديك لاصالاد ديالي اللي فيها الكسكس والفواكه والخضر في الوسط، وندير تزيين الطبق ديالي ببيض وبشوية لافوكا وحبات من الزيتون الأسود. بالنسبة للتزيين كيبقى كل واحد كيزين على حسب الذوق وطريقة ديالته. نكمل الطبق ديالي في التزيين، كيكون على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم ان شاء الله هاد لاصالاد وتجربوها. كنشكركم بزاف على الزياره ديالكم ليا وعلى لي كومونتير زوينين، كتفرحوني بهم، شكرا لكم. نقول لكم إلى اللقاء، شكراً.